السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن حاجتين. اول حاجة اللي هي الهالو بنزين. هالو بنزين كلمة هالو دي نقصد بها الهالوجين. وتاني جزء هنتكلم فيه عن البنزايل هالايد اللي هو حالة البنزين ومعها CH2. هنتكلم في كل حاجة منهم. هنعرف النومنكليتشر التسمية بتاعت كل المركبات اللي فيها، السنسز ازاي نحضرهم، والرياكشنز ازاي الحاجات دي بتتفاعل. نبدأ الاول بالهالو بنزين. زي ما قلنا هالو بنزين، كلمة هالو دي يعني هالوجين. هالوجين بنرمز لها بالرمز X، ده رمز الجنرال بتاعها، اللي هي اي حاجة من مجموعة الهالوجين زي الكلور والبروم واليود. لو جيت اسمي المركبات دي، اللي ما شافش فيديو التسمية طبعا هيلاقي الحاجات دي موجودة فيها، بس احنا هنقولها هنا للتذكرة. السيل على الحلقة ممكن اسميها بطريقتين، ممكن اقول كلورو بنزين، او ممكن اقول لو هبدأ بالحلقة الاول يبقى فينايل، والكلور هتبقى اسمها كلورايد. بنفس الطريقة اقدر اسمي البرومو بنزين او فينايل برومايد، الايودو بنزين او فينايل ايودايد، الفلورو بنزين او الفينايل فلورايد، وهكذا. تمام، ده كده بالنسبة للتسمية. نبدأ الاول في السنسز، ازاي اقدر احضر المركبات دي. اول طريقة تحضير بنسميها الدايركت هالوجينيشن. دايركت هالوجينيشن يعني هبدأ من حالة البنزين وهعمل عليها تفاعل الهالوجينيشن اللي احنا قلناه من ضمن الالكتروفيليك سبستيتيوشن رياكشن. كنت بعمله ازاي؟ مثلا عايز ادخل الكلور، فبقول Cl2 في وجود لويس اسيد زي ال FeCl3 مثلا، او ال AlCl3 BF3. كل الحاجات دي اللي احنا بنسميها لويس اسيد كان بيعمل ايه؟ بيشيل ذره الهيدروجين اللي هنا مع كلور ويدخل الكلور الثانيه على الحلقه، فيديني قصادها Cl. بنفس الفكره عايز مثلا احضر البروم، يبقى اقول FeBr3 في وجود ال Br2 عشان يديني حلقه البروم. يعني لما ده غيرت دي البي ار، يبقى لازم اغير اللوس اسيد للبي ار هو كمان. عايز اعمل اليود بنفس الطريقه، هخليها I2 في وجود الاف اي I3، وهكذا. دي كده اول طريقه اللي هي الدايركت هالوجينيشن. ثاني طريقه تحضير اللي هي السندماير رياكشن. سندماير ده اللي ببدا فيه من الانيلين، بفعله مع الانيلين، بفعله مع ال NaNO2 في وجود HCl عشان يكون الدايزونيوم صولت اللي هو ال N2Cl N-triple-N-Cl. الدايزونيوم صولت ده اللي احنا بنسميه الدايزونيوم صولت. الدايزونيوم صولت ده لو عايز احضر منه الكلوروبنزين، بقوم فعل مع ال CuCl. هيقوم يعمل ايه؟ هيقوم مفقد ال N2 جاز، وهيطلع ال Cl التانية دي ويدخل ال Cl دي على الحلقة، فيديني هنا Cl. نفس الطريقة لو عايز احضر منه البروم، بضيف عليه ال CuBr، برضه هيطلع ال N2 وال Cl ويدخل لي ال Br على الحلقة، فيديني هنا Br. عايز احضر منه الفلور، بفعله مع ال HBF3 واسخن، بيقوم شايل مجموعة ال N2 وال Cl مع ال HCl ويقوم مدخل لي ال F، فيديني هنا الفلور. عايز احضر اليود، بقوم ضايف عليه بوتاسيوم ايودايد Ki، برضو يقوم شايل ال N2 وال K مع ال Cl ماينس KCl ويدخل لي اليود على الحلقة، فيديني الايودو بنزين. ممكن بقى يجي يقول لك ايه، بدل ما تحضر لي الكلور من الدايزونيوم او من الامينو، يقول لك حضره لي من النيترو بنزين. من النيترو بنزين اللي هو هنا NO2. اعمل ايه؟ النيترو لو عملت له ريدكشن هيتحول الى الانيلين. ريدكشن يعني اكتب على السهم H كده بين قوسين، او اكتب كلمة ريدكشن، اعمل ريدكشن بيحول NO2 ل NH2، بعد كده ال NH2 او عامل عليها تفاعل الدايزوتايزيشن اللي هو ال NNO2 في وجود ال HCl، فيديني الدايزونيوم صولت. بعد كده عايز كلور، يفعله مع الكبر كلورايد. عايز بروم، مع الكبر برومايد. عايز فلور، يبقى مع ال HBF3 وسخن. عايز يود، يبقى مع البوتاسيوم ايودايد. تالت حاجة هنتكلم عنها الرياكشنز بتاعت الهالو بنزين. الرياكشنز بنقسمها دايما لجزئين. أول جزء بنتكلم عن الرياكشنز اللي بتحصل على الحلقة نفسها، فدي اللي بنسميها الالكتروفيليك سبستيوشن رياكشن على الرينج. وتاني جزء بنتكلم عن الرياكشنز اللي بتحصل على
الفانكشن برو زي الكلور والبروم واليود وهكذا. تمام، نبدا الاول نتكلم عن الالكتروفيل سبستيتيوشن اللي بتحصل على الحلقه. الاول هنشوف المجموعه دي بتوجه فين. طبعا المجموعه دي لو رجعتوا الفيديو بتاع الاورينتيشن هنلاقي ان المجموعه دي بتوجه اورس وبارا على الرغم انها بتعمل دي اكتيفيشن للحلقه عشان عندها الماينس اي اكبر من البوزيتيف ام. فقلنا بما ان عندها بوزيتيف يبقى هتوجه اورس وبارا، وبما ان النيجاتيف اي بتاعها اعلى فهتعمل دي اكتيفيشن الحلقه. تمام، فلما اجي مثلا افعلها مع سي ال 2 في وجود اف اي سي ال 3 يبقى تدخل ذره كلور تاني على الحلقه. هتدخلها فين؟ هتديني ناتجين. اول ناتج اللي هو الاورسو بنسميه الاورسو داي كلورو بنزين، وتاني ناتج هتدخلها لي في البار. هشيل اتش ال في البار وحط مكانها ذرة الكلور، وده اللي بنسميه البارة. هكتب نفس الاسم، بارة داي كلورو بنزين، بدل أرسو هتبقى بارة داي كلورو بنزين. أي تفاعل بقى من تفاعلات الحلقة، مثلا تفاعل النيتريشن HNO3 في وجود ال H2SO4 ولازم الاثنين يبقوا كونك، ده اللي هو تفاعل النيتريشن بيدخل لي NO2 على الحلقة، برضه هيديني ناتجين، الناتج الأولاني اللي هو الأرسو والناتج الثاني اللي هو البار. ده الأرسو وده البار. عايز اسميه ده مثلا برضو ممكن اسميه بطريقتين، يا اما اقول أرسو نيترو كلورو بنزين، يا اما اقول العكس يبقى أرسو كلورو نيترو بنزين، على حسب انت هتنسب انهي فانكشن جروب للتاني. الاسمين صح، يعني التسمية دي انا كده خدت الحلقة دي هي الاساس بتاعي اللي هي حلقة الكلور، وقلت في الارسو بتاعها في مجموعة نيترو يبقى ارسو نيترو، والحلقة نفسها اسمها الكلورو بنزين. عايز اعمل مثلا تفاعل زي الفريدل كرافت اسايليشن CH3COCl في وجود ليوس اسيد زي ال ALCl3 اللي احنا كنا بنسميه فريدل كرافت اسايليشن. قلنا فريدل كرافت اسايليشن بيعمل ايه؟ الحاجة اللي مع ال Cl اللي هي دي، هي دي اللي هتخش على الحلقة از الكتروفايل. طبعا المجموعة دي بتوجه أرسو وبارة، يبقى مرة هدخل المجموعة دي في الأرسو واشيل الاتش، ومرة في البارة واشيل الاتش، فهيديني برضو ناتجين. ادي الناتج الأولاني هنا الكلور وهنا ال COCH3 زائد، وادي الناتج الثاني هنا الكلور وهنا ال COCH3. عايز اسمي الناتجين دول بسمي ازاي؟ الحلقة دي كده اسمها الأسيتوفينو. في الوضع الأرسو بتاعها كلور يبقى أرسو كلورو أسيتو فينون. عايز اسمي بتاع البارة نفس الطريقة، بارة كلورو أسيتو فينون. ناخد مثلا تفاعل زي تفاعل السلفونيشن H2SO4 كونك. H2SO4 كونك يبقى أنا بدخل مجموعة الـ SO3H على الحلقة، برضه هتخش في الأرسو وفي البارة فهيديني ناتجين. ادي سي ال وادي مجموعة ال SO3H زائد الناتج الثاني برضه سي ال وادي مجموعة ال SO3H. في الأرسو هقول أرسو دي الحلقة الأساسية بتاعتي اللي احنا سميناها البنزين سلفونيك أسيد، يبقى أرسو كلورو بنزين سلفونيك أسيد. عايز تعمل في البارة يبقى نفس الفكرة، بارة كلورو بنزين سلفونيك اسيد. كده خلصنا التفاعلات اللي على الحلقة. أي تفاعل بقى من تفاعلات الالكتروفيليك سبستيتيوشن على الحلقة بنعملها بنفس الطريقة. نخش على الجزء الثاني. النوع الثاني من التفاعلات اللي احنا بنسميها النيوكلوفيليك سبستيتيوشن على الفانكشن جروب اللي هي مجموعة ال Cl المتصلة بالحلقة، سواء Cl أو بروم أو يود. التفاعل ده بيحصل ازاي؟ آخد حلقة البنزين اللي معاها الكلور بفعلها مع اي ميتال ومعاه اي مجموعه سالبه زي ما هنشوف دلوقتي. هيعمل ايه؟ الميتال هياخد الكلور يطلع الام سي ال ميتال كلورايد ويدخل المجموعه السالبه دي على حلقه البنزين. ناخد امثله عشان نفهم الموضوع، زي مثلا لو خدت حلقه الكلور بنزين وضفت عليها الصوديوم سيانايد، الان ايه موجب والسيانايد سالب، هيعمل ايه؟ ال NA مع ال CL هيفقد ال NaCl ويدخل لي مجموعة السيان ومكانها CN مجموعة السيان.
لما اجي ابص على التفاعل كده انا عملت ايه؟ الكلور كانت مجموعه سالبه لانها اعلى من الكربون في السالبيه، فدي السالب ودي الموت. فانا بدلت الكلور السالبه بمجموعه السيانو اللي هي كانت برضو سالبه. اذا عملت تبديل حاجه سالبه بحاجه سالبه يبقى اسمه نيوكلوفيليك سبستيتيوشن. نيوكلوفيليك اللي هي عكس الكتروفيليك، قلنا في الفيديو بتاع الالكتروفيليك سبستيتيوشن، الكتروفيليك يعني حاجه محبه للالكترونات يبقى هي حاجه موجبه، نيوكلوفيليك حاجه محبه للنواه يبقى اذا هي حاجه سالبه معاها سالب او معاها لون بيل. دي اللي بنسميها النيوكلوفيليك. نيوكلوفيليك سبستيتيوشن يعني عملت تفاعل بدل لي حاجه سالبه بحاجه سالبه، يبقى اذا التفاعل ده اسمه نيوكلوفيليك سبستيتيوشن. زي مثلا لو جيت فعلت حلقه الكلور مع ال NaOH هيعمل ايه؟ برضه ال NaOH ده موجب وده سالب، ال Na هتاخد ال Cl وال OH السالبه هتخش مكان الكلور تبقى OH اللي احنا بنسميه مركب الفينول. بنفس الطريقه برضو اخد حلقه الكلور افعلها مع ال Na NH2، ال Na وال NH2 ده الموجب وده السالب، برضه هياخد ال Na مع ال Cl ويدخل لي ال NH2 على الحلقه فيديني الانيلين. نفس الفكره افعله مع الصوديوم ميثوكسيد NaOCH3 بنسميه صوديوم ميس اوكسيد، صوديوم ميس اوكسيد. ال Na وال OCH3، ال Na الموجب وال OCH3 سالب، يبقى كل دي كده اللي هي السالب ال O بال CH3، يبقى هياخد ال Na مع ال Cl هيطلع لي NaCl ويدخل ال OCH3 على الحلقه. الحاجة اللي كانت هي اللي جنب ال N A هي اللي هتشبك في الحلقة الأول، يبقى هيديني ال O C H 3 اللي احنا سميناه مركب الأنيزول. لو رجعنا لتفاعل الكلور مع الصوديوم هيدروكسيد اللي هو ال N A H زي ما احنا عملناه من شوية، طبعا ده ال N A الموجب هياخد ال C L يبقى ماينس N A C L وال O H هتخش مكانها على الحلقة، تمام؟ بس التفاعل ده ما بيحصلش بالسهوله اللي احنا متخيلينها كده، لازم عشان خاطر يحصل لازم اعمل عمليه فيوجن. فيوجن يعني ايه؟ يعني بسخن الماده لدرجه الانصهار بتاعتها، يعني بحتاج درجه حراره عاليه جدا، تسخين عالي جدا عشان يشيل الكلور ويدخل مكانها الاو اتش، تمام؟ او ممكن اعمل حاجه ثانيه. ايه الفرق ما بين لما تكون الحلقه كده فيها الكلور بس وبين حلقه وهي معاها الكلور ومجموعه نيترو في القرص او في الميتا او في البر، مجموعه نيترو واحده وما بين الكلور ومعاها ثلاث مجموعات نيترو، ايه اللي بيحصل بالنسبه للتفاعل ده؟ لما يكون في عندي مجموعه نيترو واحده موجوده على الحلقه، مجموعه النيترو دي زي ما احنا قلنا في الفيديو بتاع الاورينتيشن، المجموعه دي مجموعه ساحبه withdrawing، يعني مجموعه ساحبه للالكترونات، لان المجموعه دي عندها نيجاتيف ام ونيجاتيف اي، فالمجموعة دي ساحبة للالكترونات، فبتعمل ايه؟ فبتسحب الالكترونات من الحلقة، فتخلي خروج ذرة الكلور من الحلقة سهل. ليه سهل؟ لان احنا قلنا التفاعل ده بيحصل ازاي؟ هنا في سالب وهنا في موجب، تمام؟ فمعنى ان مجموعة ال N O2 دي مجموعة ساحبة يبقى هتخلي الموجب هنا عالي جدا، فما دام الموجب عالي يبقى سهل ان هو يخرج الكلور مع ال N A الموجب ويدخل لي ال O H السالب مكانها، تمام؟ فانا عرفت منين بقى ان هو سهل؟ ده مثلا كان محتاج يحصل له عمليه فيوجن، يعني تسخين درجه حراره عاليه. التفاعل ده عشان يحصل مع الاورسو نايترو اللي بسميه المركب ده اللي هو الاورسو نايترو كلوروبنزين، هلاقي ان التفاعل بيحصل لو سخنت بس عند درجه 110 درجه سليزيوس تسخين، تمام؟ عشان يديني نفس الناتج برضه هيشيل الكلور مع ال Na فيسيب لي هنا ال OH وادي مجموعة النيترو في الوضع الأرسو. ده انت خد بقى الأكتر من كده، لو حطيت تلات مجموعات نيترو، طبعا التلات مجموعات كل مجموعة عندها ماينس M، يبقى كل مجموعة من دول هتسحب الكترونات، فلما تسحب الكترونات هتزود السحب من الحلقة، فهتخلي البوزيتيف هنا أعلى بكتير من هنا وهنا، فما دام أعلى بكتير يبقى سهل إن هو يطرد الكلور دي. يبقى اذا لما اجي اعمل تفاعل ال NaOH هلاقي ان التفاعل هنا بيحصل في درجه حراره الغرفه العاديه من سهولته، مش محتاج ان انا اسخن زي هنا وهنا. ليه؟ عشان وجود المجموعات الساحبه زودت السحب فسهلت خروج الكلور
وطبعا هتسهل دخول الـ OH مكانها عشان يديني ادي الـ OH وادي الـ NO2 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 ده اللي بنسميه التراي نايترو فينول، يعني هخلي مركب ده هو الأساسي بتاعي اللي هو مجموعة الفينول، وعندها في الوضع رقم 1 2 3 4 5 6، يبقى في الوضع رقم 2 و4 و6 تراي نايترو فينول. تمام، يبقى الفكرة ببساطة ان انا كل ما يكون عندي مجموعة صاحبة على الحلقة بتسهل لي عملية النيكلوفيليك سبستيتيوشن، ان انا بدل ال CL بحاجة تانية تكون اعلى منها معها الكترونات اكتر زي ال OH او ال NH2 او اي مجموعة من المجموعات اللي احنا كتبناه من شوية. تمام، كل ما يكون عندي مجموعة واحدة بس ساحبة درجة الحرارة هتقل شوية، زودت المجموعات اكتر هلاقي درجة الحرارة قلت اكتر، يبقى التفاعل يحصل اسهل في درجة الحرارة العادية. بكده نكون خلصنا الجزء الاول بتاع الهالوبنزين، هنبدأ نتكلم عن الجزء التاني اللي هو البنزيل هالايد، ونفهم ايه الفرق ما بينهم ونشوف برضو التسمية بتاعته والسينسيز والرياكشن. ايه الفرق بين الهالوبنزين والبنزيل هالايد؟ هالوبنزين كان عندي الحلقة متصلة مباشرة بالذرة الهالوجين فبنسميه الهالوبنزين، خليتها كلور يبقى كلوروبنزين وهكذا زي ما قلنا من شوية. البنزيل هالايد لا، لازم الحلقة بيكون في بعدها CH2 وبعد كده مجموعة الهالوجين، سواء كتبتها بالمنظر ده او كتبتها بالمنظر ده في نايل CH2 وبعد كده مجموعة الهالوجين. تمام، لما اجي اسمي بسمي ازاي؟ طبعا الاكس دي ممكن تبقى كلور او بروم او يود او فلور، اي واحد من الهالوجينز بسمي ازاي زي ما اتفقنا في حلقة التسمية، ان الجزء ده بنسميه مجموعة البنزيل. بنزيل، شوف انت حطيت بقى مين، حطيت الكلور مثلا هيبقى بنزيل كلورايد، حطيت البروم يبقى بنزيل برومايد، بنزيل ايدايد، بنزيل فلورايد. بعد ما اتكلمنا عن التسميه نبدا نشوف السنسز ازاي اقدر احضر البنزيل هالايد ده. طريقه التحضير بتاعته بتحصل من التولوين، ممكن احضره من التولوين بطريقتين، اول طريقه اللي هي الطريقه المباشره ان انا اخد التولوين واضيف عليه ال CL2 في وجود ال H ميو اللي هو ضوء الشمس. خلي بالك التفاعل ده يختلف عن لما تاخد ال CL2 في وجود ال ALCl3، والحته دي مهمه. لو خدت CL2 في وجود H ميو اللي هو الضوء بتاع الشمس، او ممكن يكتب لك انرجي طاقه ان انا اديت المركب طاقه، بيحصل ايه؟ ال CL2 في وجود الطاقه دي بتقوم شايله ال CL مع اتش من هنا فتطلع HCl، والاتش اللي هتشيلها هتدخل مكانها ذره الكلور الثانيه فيديني ادي حلقة البنزين، شلت اتش وحطيت مكانها سي ال فيبقى سي اتش 2 سي ال. تمام، اللي هو البنزيل كلورايد اللي احنا عايزين نحضره، بنزيل كلورايد. لكن لو جيت فعلته مع السي ال 2 في وجود الاي ال سي ال 3 ده اللي هو تفاعل الهالوجينيشن اللي بيحصل على حلقة البنزين، فده هيعمل ايه؟ هيقوم جاي يشتغل على حلقة البنزين، مش هيشيل اتش من هنا، هيشيل اتش من حلقة البنزين. هيشيلها منين طبعا؟ مجموعة سي اتش 3 زي ما قلنا في الفيديو بتاع الاورينتيشن، مجموعة بتوجه اورسو وبارا لان عندها بوستف اي افكت، يبقى اذا هيشيل الاتشية بتاعت الاورسو او الاتشية بتاعت البارا فهيديني ناتجين. الناتج الاولاني ادي الحلقة فيها السي اتش 3 وفي الاورسو هشيل الاتش وادخل مكانها ذرة كلور، ده الناتج الاولاني، زائد الناتج التاني هشيل الاتش اللي في البارة فيبقى سي اتش 3 وادي الكلور في البارة. لو عايز اسمي ده هسميه ازاي؟ قلنا المركب الاصلي ده اللي هو التولوين في الوضع القرص بتاعه في ذرة الكلور يبقى قرص كلورو تولوين، البارة هيبقى اسمه بارا كلورو تولوين وهكذا. تمام، التفاعل ده ما بيقفش لغاية هنا، التفاعل ده بيكمل تاني. لو انا جيت ضفت عليه CL2 في وجود ال H ميو تاني هيعمل ايه؟ ما دام دي لسه معاها H هيقوم شايل منها H تانية زي ما عملنا في أول مرة، شلت H من هنا ودخلت مكانها CL، لسه معاها H برضه ممكن يشيل H تانية مع CL ويدخل مكانها ال CL فيديني CH CL CL اللي احنا كنا سميناه بنزال داي كلورايد في حلقة التسمية. برضو لسه معاها H يبقى التفاعل ده مش هيقف لغاية هنا، CL2 في وجود ال H ميو تاني
يعمل ايه؟ هيقوم شايل الاتشاية دي ويدخل مكانها سي ال تالتة، فيديني الحلقة معاها تلات ذرات كلو اللي احنا سميناه البنزو تراي كلورايد. طيب ازاي بقى افرق ما بين التلات مركبات دول؟ لو انا عايز اعمل تفرقة ما بين التلات مركبات دول ونخليهم اربعة كمان لو خدت معاهم الكلوروبنزين سي ال، ازاي افرق ما بين الاربع مركبات دول؟ بفرق ما بينهم عن طريق التفاعل مع الصوديوم هيدروكسيد. لان يا باشا لو خدنا الكلوروبنزين وضفنا عليه الصوديوم هيدروكسيد، بس طبعا لازم اسخن لدرجة الفيوجن الانصهار، التفاعل اللي احنا قلنا عليه من شوية دي الموجب ودي السالب، فبيطلع ال NA مع ال CL minus NA CL ويدخل لي ال OH على الحلقة، تمام؟ فالناتج اللي بيتكون هنا عندي اللي هو ال OH على الحلقة ده اللي احنا بنسميه الفينول. لو جيت خدت البنزايل كلورايد وجيت ضفت عليه ال NaOH صوديوم هيدروكسيد برضه هيعمل نفس الحركة، هيشيل ال CL اللي هنا مع ال NA فهيطلع minus NA CL ويدخل لي ال OH مكانها، فيديني CH2OH. ده اللي بنسميه ايه؟ زي ما سمينا هنا بنزايل الحلقة دي بالـ CH2 اللي معاها اسمها البنزايل، يبقى اسمه بنزايل برضو، بس دي بقت الكحول يبقى اسمه بنزايل الكحول. لو خدت البنزايل دايكلورايد ضفت عليه الصوديوم هيدروكسيد هيعمل ايه؟ عندي هنا 2 CL يبقى هيشيل الـ 2 CL ويدخل مكانهم 2 OH، يبقى هيشيل NA مع السيل الأولانية و NA مع السيل الثانية، يبقى خدت من ده 2 جزء برضو عشان يطلع لي 2 NaCl، فيديني الحلقة عليها CH ومعاها 2 OH. طبعا الحلقة اللي معاها 2 OH دي حلقة غير مستقرة، وحطها قاعدة في دماغك بقى، اي كربون معاها اكتر من واحدة OH معاها اتنين او تلاتة زي ما هنشوف دلوقتي بتبقى غير مستقرة، فعلى طول لازم تفقد جزء مية. فتفقد جزء مية ازاي؟ ماينس H2O. تفقد المية دي ازاي؟ باجي على الاتنين OH دول، ادي واحدة فيهم اهي هخليها OH كده، هفقد ال OH بتاعت الكربون دي مع الاتشاية دي. طب والرابطة اللي الاكسجين دي كانت عاملاها هتقوم عاملة دبل بوند مع الكربون، يبقى انا كده طلعت جزء ميه او اتش مع الاتش طلعت جزء الميه، والكربون دي بقت عامله دبل بوند مع الاكسجين فتحولت الى مجموعه الالدهيد، بقت سي دبل بوند او وهي لسه معاها ذره اتش. المركب ده اللي احنا كنا سميناه البنزالدهيد. بنفس الطريقه لما اجي اخد البنزو تراي كلورايد واضيف عليه الصوديوم هيدروكسيد ان اي او اتش عنده ثلاث ذرات كلور، يبقى احتاج ثلاث جزيئات من ان اي او اتش، كل جزيء هاخد ال NA مع ال CL يبقى هيطلع تلات جزيئات NaCl ويدخل لي تلاتة OH على الكربون، يبقى الكربون معاها تلات مجموعات OH. وطبعا زي ما قلنا هنا ما ينفعش الكربون يبقى معاها أكتر من OH واحدة، فدي معاها تلاتة، فهتعمل إيه؟ هتعمل نفس الحركة، هاجي على ال OH دي هفرد الرابطة اللي ما بينها وبين ال H، هشيل مجموعة OH مع ال H يبقى فقدت جزيء مية ماينس H2O، والاكسجين دي هتعمل دبل بوند هنا، فبقى المنظر كده، ادي حالات البنزين والكربون دي عملت دبل بوند مع دي سي دبل بوند او ومعاها مجموعه الاو اتش، فبقت الاسيد اللي احنا سميناه البنزويك اسيد. وبالتالي انا اقدر افرق ما بين الاربع مركبات دول اللي هو الكلوروبنزين والبنزايل كلورايد والبنزال دايكلورايد والبنزو ترايكلورايد عن طريق تفاعلهم مع ال NaOH، بيدوا اربع نتائج مختلفين. ده هيدي الفينول، البنزايل كلورايد هيدي البنزايل الكحول، البنزال هيتحول الى البنزالدهايد، البنزو هيتحول الى البنزويك اسيد. طريقه التحضير الثانيه من التولوين، احنا قلنا التولوين ليه طريقتين تحضير، الطريقه الاولانيه احنا عملناها بتاعت السي ال 2 في وجود الاتش ميو. الطريقه الثانيه للتحضير ان انا اخد السي اتش 3 ده واعمل له اوكسيديشن، بس الاوكسيديشن دي بكتب تحتها مايلد اوكسيديشن. مايلد اوكسيديشن يعني اكسده ضعيفه، اكسده ضعيفه بعملها باوكسيدايزنج ايجنت ضعيف، عامل مونوكسيد ضعيف زي ال MnO2، تمام؟ بيعمل ايه الاكسده الضعيفه؟ بتقوم محولها لل CH3D بتحولها الى مجموعه الالدهيد فتبقى CHO، تمام؟ بعد ما تحول مجموعه الالدهيد بقوم ضايف عليها
الاتش بعمل عملية ريدكشن اختزال. عملية الريدكشن او الاختزال دي بتحول لي مجموعة الالدهيد للبرايمري الكحول زي ما عملناها الفيديو اللي فات. الاكسجين دي هخليها كده. طب البوند او بيقوم جاي كسر الرابطة وضيف هنا اتش وهنا اتش فتبقى دي سي اتش 2 سي اتش 2 والاو خدت ذرة هيدروجين فبقت سي اتش 2 اتش اللي احنا سميناه من شوية البنزايل الكحول. بعد كده الالكحول ده عشان احوله للسي ال زي ما قلنا برضو في الفيديو اللي فات ان انا احوله اتش لسي ال عن طريق تفاعل البي سي ال 5 بيحول لي الاو اتش للسي ال بيشيل اي او اتش موجوده في المركب ويدخل مكانها ذره الكلو. يبقى كده قدرت احضر اللي هو البنزايل كلورايد. ميزه التفاعل ده عن التفاعل اللي فات ان التفاعل ده ما بيكملش بعد كده. يعني احنا قلنا في التفاعل بتاع الكلورو التفاعل ما بيقفش لغايه هنا طول ما في سي ال 2 في وجود اتش ميو تاني وطول ما في ذره هيدروجين لسه مع الكربون فبيقوم يديني السي اتش ومعاها 2 سي ال ويكمل تاني عشان لسه في اتش كمان زي ما كتبنا من شويه. لكن ميزه الطريقه دي ان هي بتيجي تشتغل بتحول الاو اتش للسي ال ويقف لغايه هنا ما بيكملش باقي الخطوات دي. دي الفرق ما بين الطريقتين اللي احنا بنستخدم. بعد ما خلصنا السينسز اخر حاجه هنتكلم عن الرياكشنز. برضو التفاعل اللي بيحصل على المركب ده زي ما قلنا في نوعين من التفاعلات يا اما تفاعل نيوكليوفيليك سبستيتيوشن. ما دام قال لي نيوكليوفيليك سبستيتيوشن يبقى هيحصل على الفانكشن جروب دي. لو قال لي الكتروفيليك سبستيتيوشن يبقى هيحصل على حاله البنزين. نيوكليوفيليك سبستيتيوشن زي ما عملنا في حاله الكلورو بنزين كده او الهالو بنزين عامه بضيف اي ميتال معاه اي مجموعه سالبه بيقوم الميتال واخد البي ار ماينس ام بي ار ويخلي لي المجموعه السالبه تمسك في السي اتش 2 تبقى سي اتش 2 اكس. نفس الامثله اللي احنا خدناها لو جيت فعلت ده مثلا مع الصوديوم سيانايد ان اي سي ان الان اي الموجب والسي ان السالب السي اتش 2 والبي ار هي دي السالب وده الموجب فيطلع الان اي مع البي ار ويخلي لي السي ان تخش هنا فيديني السي اتش 2 سي ان ده اللي احنا بنسميه البنزايل. الحلقه دي اللي هي البنزايل ومعاها مجموعه السيانايد يبقى بنزايل سيانايد. فعلته مثلا مع ال NaOH الصوديوم هيدروكسيد هيعمل ايه؟ برضه نفس الطريقه ده الموجب وده السالب ال Na هتاخد ال Br فيطلع NaBr وال OH هتخش مكانها على الحلقه فيبقى فينايل CH2OH اللي احنا سميناه البنزايل هيدروكسيد او ممكن نسميه البنزايل الكحول الاثنين صح. فعلته مثلا مع ال NaNH2 هيعمل ايه؟ نفس الكلام دي موجب ودي سالب هيشيل ال Na مع ال Br ماينس NaBr وال NH2 هي اللي هتخش على الحلقه فهيديني فينايل سواء كتبتها بنزين او فينايل الاثنين واحد فينايل CH2 NH2 اللي هو بنسميه دي كده البنزايل يبقى اسمه بنزايل امين. فعلتها مع ال OCH3 NaOCH3 دي موجب ودي سالب برضه نفس الطريقه هيشيل ال Na مع ال Br ويقوم مدخل لي مجموعه ال OCH3 على الحلقه فيديني فينايل CH2OCH3. تاني نوع من التفاعلات لو جيت اعمل تفاعل الكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن ما دام قال لي الكتروفيليك يبقى انا هشتغل على حلقه البنزين نفسها فهشوف المجموعه دي بتوجه فين. يعني مثلا لو جيت عملت تفاعل زي ال CL2 في وجود ال FeCl3 اللي هو تفاعل الهالوجينيشن اللي دخلنا مجموعه الكلور على الحلقه هلاقي المجموعه دي هاجي ابص على اول كربون طبعا كل روابطها سيجما يبقى زي ما احنا قلنا قبل كده هتوجه اورسو وبارا. ما دام هتوجه اورسو وبارا يبقى اشيل اتش من الاورسو او اتش من البارا واكتب الناتج بتاعي هكتبه بالمنظر ده ادي سي اتش 2 بي ار وفي الاورسو مره كلور زائد في البارا سي اتش 2 بي ار وادي في البارا كلور. لو جيت اسمي الناتج انا عندي المجموعه دي اللي هي مجموعه البنزايل برومايد في الاورسو بتاعها فيه كلور يبقى اقول اورسو كلورو والحلقه نفسها اللي هي البنزايل برومايد.
لو عايز اسمي البارة هيبقى بنفس الطريقة، بارة كلورو بنزايل برومايد، وهكذا كل تفاعلات الالكتروفيليك سبستيوشن. يعني مثلا لو جيت خدت تفاعل زي ال HNO3 في وجود ال H2SO4 كونك، لو تفاعل النيتريشن برضو بيدخل لي مجموعة النيترو، هتخش فين؟ يا اما في القرص يا اما في البارة، فبرضه هيديني ناتجين، مرة CH2Br وادي ال NO2 في القرصو زائد ال CH2Br وال NO2 موجودة في البارة، ده اللي هنسميه الأورسو نيترو بنزايل برومايد، وده البارا نيترو بنزايل برومايد. طبعا دي المجموعة بتاعت البنزايل برومايد كده على بعضها، ومجموعة النيترو في الأورسو أو في البارا. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، يا رب تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله تكون الدنيا وضحت بالنسبة للبنزايل هايلايد والهالو بنزين، وبالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.